فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الشراء عن طريق الانترنت حيث أرسل المبلغ وبعد أسبوع أو أسبوعين تصلني البضاعة؟ هل هذا البيع صحيح؟ ما إذا حضرت البضاعة فاشترها، أما تشتري شيء ليس حاضرا ولا وليس مضبوطا بالصفة ولا ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يما تصبر لما تجي السلع وتشري منها، ولا أنت تسافر وتشتري ممن هي عنده وتوردها. نعم.